السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد شريف الإسلام بن محمد زين العابدين، أحد خريج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من كلية الشريعة في عام 2011 ميلادي. الحمد لله، وأنا أشتغل الآن في المركز الفرقان لتوعية الجاليات في البحرين، وخطيب رسمي من الأوقاف السنية في مملكة البحرين. والحمد لله، هذه كما ترون هذه المدرسة مسجد، هذه المدرسة مسجد اسمه مسجد ابن القيوم. والمركز الإسلامي هذا هنا تحفيظ القرآن، وأيضا الدراسة الكتابية. فيه بعض الأساتذة، بعض المدرسين، وأيضا الطلاب هم يسكنون في مشقة شديدة، لأن هذا المدرسة في باقي السقف واحد، هنا ما في السقف، فلهذا في وقت الحرارة، في شدة الحرارة، يكون مشقة شديدة. والله وأذكركم آيات القرآنية، قال الله سبحانه وتعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا أذكركم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا أيها المتبرعين، تصدقوا هذا في هذه المدرسة، واستعدوا للدار البقاء، وهي دار الآخرة. فلله الحمد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وصلى الله على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.